الحق الثاني حق الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيأمرنا، وده أمر، إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم تديرونها خلاص، يبقى ما كتبت ما كتبتش خلاص مش مشكلة. لكن ربنا أمرنا بأن أي دين بيننا وبين بعض نكتبه. تجارة رايحة جاية مش فيش وقت للكتابة، خلاص مفيش مشكلة. الجزء نسخ أول الآية. طيب اللي عليه دين النهاردة واللي بيماطر في الدين، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى عنه الله، يبقى أداها الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ما هو الصحابة قاعدين في المسجد زي ما احنا قاعدين كده، ربنا سبحانه وتعالى يحشرنا معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخلت عليهم أتت عليهم جنازة، فقالوا صلي عليها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعليه دين؟ قالوا لا. أترك شيء؟ قالوا لا. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا صلي عليها يا رسول الله. فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال أترك شيء؟ قال 3 دنانير، يعني يفوق الدين اللي عليه. فصلى عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بجنازة أخرى فقالوا صلي عليها يا رسول الله. فقال أترك شيء؟ قالوا لا. قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فكان من بينهم صحابي جليل يسمى أبو قتادة، قال علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صاحب الدين زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل الذنوب إلا الدين. الشهيد اللي مات شهيد هيغفر له كل الذنوب إلا الدين. الدين ده حق بين العباد وبين بعضيهم. مطل الغني، الغني اللي بيماطل في الدين ده ظلم، بتماطل وانت معاك ظلم، خدت الفلوس من الناس بالقصد الأداء ربنا هيأدي عنك، خدتها بقصد إتلاف الفلوس ربنا هيتلفك ويتلف صحتك ومالك، وما فيش بركة لا فيك ولا في عيالك. ما هو سبحان الله. لا تسألن يومئذ عن النعيم. من ظلم قيد شبر، قيد شبر مجاز شبر من الأرض طوقه من فوق من 7 أراضين. ده انت لو خدت شبر من الأرض يا أخي، من اللي يظلم الناس هيجي يوم القيامة يشيل المظلمة دي فوق كتافه. الدين اللي عليك أحق إنك تأديه، لأن الميت يعني لما بيموت الميت بيتسأل عن حقوق العباد، وأول حق فلان ليه عندك دين عملت فيه إيه. ولذلك الورثة أول شيء الشرع والقانون قال عليه يدوروا على الدين اللي وراه، عليه دين يسدد الدين في الأول، وبعد كده نبقى نشوف مين اللي هيوزع التركة ومين اللي هياخد ومين اللي مش هياخد. فيبقى الدين اللي عليك للناس، بلاش تماطل، بلاش تجادل مع الناس. يقول لك يا عم البندر عندك والشرطة عندك وروح اشكيني، هات اللي يثبت. ما هو ما فيش افضل اثبات من شهادة ربنا. ما معيش اثبت طيب وكلت حق عليا، ما انا هاخده منك هاخده منك مهما رحت ولا جيت، فانا هاخد حق هاخد حق. فيا اخوانا اوعى تمطلوا في موضوع الدين، وبلاش تستدين. بتستدين علشان تاكل وتشرب؟ يا عم ده انت تصوم. بتستدين عشان تجيب لحمة ولا تجيب خضار ولا؟ ما يا عم صوم، صوم ما تموتش مديون.